يقول: ما حكم إدخال عمود ذهب في الساق بدلا من بترها؟ إدخال عمود ذهب بالساق، وهل هذا شوال خيالي ولا واقعي؟ لاتين. إذا كان على سبيل المعالجة فذلك جائز بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أكثر من مرة قد جاءه رجل من الصحابة اسمه عرفجة ابن سعد، وكان قد أصيب أنفه في وقعة في الجاهلية اسمها وقعة كلاب، فاتخذ أنفا من ورق من فضة فأنتن عليه، وهذا طبيعة الفضة مع الرطوبة كطبيعة الحديد والنحاس، يخرج من مجموع ذلك شيء من الصدأ، وصدأ الحديد كما تعلمون أحمر، أما صدأ الفضة والنحاس فهو أخضر، فأصبح ينتن عليه هذا الأنف الذي هو من فضة، فشكى أمره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. ولا يخفى على الجميع أن اتخاذ الأنف من ذهب هو ليس من باب الضرورات تبيح المحظورات، لأنه يستطيع أن يعيش هذا الذي ذهبت أرنبة أنفه بدون أن يضع أرنبة عارية من معدن سواء كان ذهب أو غيره، لكن أباح الرسول عليه السلام له أن يتخذ أنفا من ذهب بدل الأنف من فضة لدفع الضرر الذي ينتج من إعادة الأنف تقريبا إلى وضعه الذي خلقه الله عليه. وإذا كان الأمر كذلك فإدخال عمود في الساق المكسورة من ذهب إن اقتضى الطب ذلك فلا مانع من ذلك أبدا، لأنه إباحة هذا أولى من إباحة الأنف من ذهب. نعم. لكن أنا أتساءل الآن، هذا العمود من ذهب يعني لابد أنه يكلف، فهل معنى ذلك أنه طبيا لا بديل له من حيث أن يستعاض عنه بما هو أرخص منه؟ فمن الذي سأل هذا السؤال وهل هو على علم بجواب ما سألته؟ نعم. ما في يعني معدن آخر أرخص من نور؟ اعتقد انه ما في شيء بديل، لانه شيء اخر يسوي حساسيه ولا يتقبل الجسم غير البلاتين يعني. الحمد لله الذي جعل في الامر يسرا. نعم. كيف يأتي الدليل وقد جاء النص الصريح بتحريمه؟ هذه جمع يا أخي، هذا النص خاص لا يتنافى مع النص الخاص الآخر، هذا مثل قالوا البيع مثل الربا، فجاء الجواب أحل الله البيع وحرم الربا، فأباع هذا وحرم الآخر.